وفي ريف اللاذقية أوقعت قواتنا الباسلة أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب في قرى المارونيات وجبل النوبة وبرج القصب. وللمزيد عبر الهاتف ينضم إلينا من ريف اللاذقية المراسل الحربي طاهر حيدر. طاهر، مرحبا بك. تحية لك بتول، وتحية لجعفر، وتحية لكل العاملين في المركز الإخباري. أهلا بك، ما الجديد؟ بتول أبدأ جولتنا الميدانية من ريف اللاذقية. قوات ووحدات الجيش العربي السوري المرابطة على كامل المناطق الساخنة وعلى تماس مع المناطق التي يعيش فيها الإرهاب فسادا وتخريبا وبخصوص جبهة النصرة. أنا كنت في هذه المناطق الساخنة، والمناطق أيضا كنت في المناطق المطلة على هذه المناطق الساخنة. المناطق هي دورين والكوم الفوقاني والتحتاني وسلمى والمارونيات والبريج وجبل النوبة وجبل القصب وجبل الزويك والدغمشلية والغمام. يعني هذه المناطق يتواجد بها جبهة النصرة وتتواجد بها المجموعات الإرهابية المسلحة بكثرة، منها من جنسيات عربية وجنسيات غير عربية. طبعا هذه المناطق تحاول جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التسلل إلى الأراضي السورية أو إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري، ولكن كل هذه المحاولات تبوء بالفشل بفضل جهود الجيش العربي السوري وهمتهم العالية. في كل يوم بتول، أخبرنا رجال الجيش العربي السوري، في كل يوم يتم قتل مجموعات إرهابية وبعض الأحيان حالات إفرادية من محاولات التسلل لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة. إضافة اليوم بالتحديد وبالخصوص تم رصد تحركات لهذه المجموعات بين الأحراج في المناطق الساخنة. يعني المجموعات كانت تحاول التسلل بين الأحراج وتم التعامل معهم من قبل الجيش العربي السوري على الفور ودون أي كلل، يعني وخصوصا في السفح الغربي لجبل النوبة. اليوم تم رصد تحرك لهم في هذه الأحراج وتم التعامل معهم فورا وتم القضاء على العديد منهم. وطبعا البعض بالآليات يستخدمون الدراجات النارية في هذه المناطق في أغلبها. أيضا إضافة، يعني أخبرنا رجال الجيش أن البعض ممن قتلوا منهم كانوا يلبسون أحذية خاصة. هذه الأحذية هي عبارة عن صوف من الداخل وجلد من الخارج، وخصوصا في الليل، يعني في محاولة منهم لعدم إصدار أي صوت. إضافة إلى المناطق التي ذكرتها سابقا، هي مناطق في طرف من أطرافها تطل على طريق اللاذقية حلب الدولي. يعني يحاولون دائما طمس هذا الطريق والسيطرة عليه بما له من أهمية. أيضا في كل محاولاتهم كانت تبوء بالفشل وكان مصيرهم التهلكة. أضيف من جهة أخرى، في ريف اللاذقية وفي المناطق القريبة من الحدود التركية، طبعا هذه الحدود سخرت لخدمة المجموعات الإرهابية المسلحة، وأخص قمة النبي يونس والهوة وجبل شعيا وخربة البلد. طبعا هي تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتحت نيرانه أيضا في بعض المناطق. خربة الباز بتول، أريد أن ننوه، خربة الباز هي من القرى التي طبلت وزمرت قنوات سفك الدم السوري، وأن المجموعات الإرهابية المسلحة سيطرت عليها وما إلى ذلك. لكن هي، واليوم كنت بها أنا، وإن شاء الله سوف نعرض في الأيام القادمة التقارير والصور عن هذه القرية وغيرها، كنت فيها الآن والمجموعات الإرهابية المسلحة يعني حاولت التعدي عليها، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. أضيف أيضا وفي جهة أخرى، وهي نقطة نبع المر، يعني ومخفر نبع المر. هذه النقطة يعني لا أستطيع أن أصف رجال الجيش العربي السوري المتواجدين هناك. هذه النقطة هي على الحدود، يعني بينها وبين الحدود التركية 300 متر، يعني أقرب محرس للجنود الأتراكي هو 300 متر. طبعا في كل يوم وعلى هذه النقطة بالذات يتم قتل مجموعات إرهابية مسلحة تحاول التسلل من جنسيات أغلبها طبعا غير عربية، لأنهم يدخلون عبر الأراضي التركية ويتم تسهيل دخولهم. طبعا يقتلون على يد رجال الجيش العربي السوري. أخبرنا أحد البواتن أنه في هذه النقطة بالذات قتل عبد الله الشيشاني، هذا القناص الذي روي عنه كثيرا. في هذه النقطة قتل عبد الله الشيشاني القناص وغيره من الشيشانيين ومن الجنسيات الغير سورية والغير العربية الذين يحاولون الدخول إلى الأراضي السورية. إضافة أريد أن أنوه إلى النقطة 45، وهي نقطة أيضا حدودية ومطلة على الأراضي التركية، وتحاول المجموعات الإرهابية المسلحة بكثرة وبكثافة التقدم والتوجه إليها واحتلالها والسيطرة عليها لما لها من أهمية. أيضا يتم تكرارا ومرارا وفي كل مساء، وأخص المساء لأنهم يحاولون
يعني كما يعلم الجميع التقدم ليلا لعدم كشفهم، ولكنهم يرصدون من قبل بواسيرنا الأشاوس ويقتلون بالجملة أيضا. وهذا كل ما لدي، وأعود إليك جعفر وبتول، وتحية للجيش العربي السوري المقاوم البطل المغوار. شكرا لك طاهر حيدر المراسل الحربي من اللاذقية، وهذه تحية لبواسل الجيش العربي السوري على امتداد الوطن. شكرا لك طاهر.